يا خيبة الرجع، كنت أشك إنه يخطط لشيء لأجل يطلع من الديرة. لا يوبا، ترى انضرب براسه من صدق. أقول يا شيخ، لو ناخذه للمستشفى. وهذا اللي يبيه، يطلع من الديرة للمستشفى ويشرد، يظن قروش ما تحتريه. يوبا، ترك ظلمت ولد عمتي. أنت تدري إني ما رضى يعاود للديرة، وقال إنه يريد يدور على الحلال، ولا هم الجرح اللي براسه. الحين أنشده، وراح تسمعين بذونش، وتعرفين إني على حق، غير إني ما أبغى أسمع لك صوت بعد اليوم. أبشر يوبا.